هذا السائل يقول لي: صديق كثيرا ما يتحدث في إعراض الناس وقد نصحته ولكن دون جدوى، فما نصيحتكم؟ لا يجوز للإنسان أن يتكلم بعيوب الآخرين وأن يذكر ما لديهم من المثالب والنقائص، سواء كانت تلك العيوب من أفعال المعاصي والذنوب أو كانت أمورا عائدة إلى الخلقة أو كانت مما يقدح فيه الناس ويعيبونه. فلا يجوز لك أن تذكر هذه الأشياء عن أحد من الناس، ولو كنت قد رأيت ذلك بعينيك، ولو كنت قد شاهدته مرارا، فإن الله تعالى قد نهى عن ذكر معايب الآخرين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتكلم بعيوب الآخرين، سواء كان من يتكلم فيه من المسؤولين أو من الكبار أو من علماء الشرع أو من أصحاب الولاية أو من أفراد الناس. فالواجب الكف عن ذكر معايب الآخرين، وإذا كان من يتكلم بمعايبهم ممن له شأن وممن يرجى من الناس أن يسيروا على طريقتهم وهديهم، فحينئذ يكون الإثم أعظم ويكون الجرم أكبر، لأنه يترتب عليه تأليب الناس على أصحاب الولاية، ويترتب عليه بث البغضاء في قلوب الناس وإزالة ما ترغب الشريعة في بثه بين الناس من الألفة والمحبة. ولذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين، وعند ذكر معايب الآخرين وذنوبهم يؤدي ذلك إلى أن تستخف القلوب بتلك الذنوب والمعاصي، ومن ثم يصبح الإقدام عليها سهلا هينا على النفوس. وحينئذ لا يجوز لك أن تغتاب أحدا، سواء ذكرت اسمه أو لم تذكر اسمه، سواء كان عدلا أو كان فاسقا، سواء كان ممن له مكانة ومنزلة أو من لم يكن كذلك. فالكلام في جميع هؤلاء من الغيبة المحرمة شرعا، وسواء تكلم الإنسان به بلسانه أو كتبه في ورقة أو في وسائل التواصل أو في غير ذلك، فالجميع محرم وإثم، وعلى الإنسان أن ينتهي عنه وأن لا يذكر الآخرين إلا بالخير وبما فيهم من صفات جميلة، ليحصل الاقتداء بهم ولتنتشر تلك الأفعال الجميلة والأخلاق الفاضلة. إذا تقرر الأمر في ذلك، فإن المرء متى علم أن صاحبه ممن ابتلي بهذه المعصية بحيث يذكر معايب الآخرين، فعليه حينئذ أن يذكره بالله وأن ينصحه وأن يبين له حرمة فعله، وأن هذا الكلام بالغيبة لا ينفع شيئا بل يعود بالضرر. عليك يا أيها المتكلم، ويجعل المتكلم فيه يأخذ من حسناتك، ويعود بالضرر على المجتمع، لأنه يسهل ارتكاب تلك الأفعال المشينة في أفراد الناس، ويذكره بالله عز وجل، ويذكره بوقوفه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يشهد عليه سمعه ويشهد عليه لسانه ويشهد عليه بصره ويشهد عليه جلده. ولا يسأم من تكرار هذه النصيحة فيكررها عليه كلما وجد فرصة، وإذا اجتمع معه فتكلم في أحد من الناس
خوفه بالله جل وعلا ورغبه في الانتقال إلى موضوع آخر وحديث آخر، فإذا كان عند حضوره يفعل ذلك فحينئذ لا بأس من جلوسه معه ومن مصاحبته إياه ومن ذهابه معه. وأما إذا كان عند حضوره معه لا ينهاه عن الغيبة المحرمة شرعا ولا يذكره بما فيها من المخالفة والإثم وبما تشتمل عليه من المفاسد الشنيعة، فإنه إذا كان كذلك لا ينهاه عن الغيبة ولا يحذره منها، فلا يجوز له أن يجلس معه في تلك المجالس التي يغتاب فيها الآخرين، فإن الله جل وعلا قد نهى عن الجلوس في موطن يخاض فيه في آيات الله أو يستهزأ بها أو يخالف فيها حكم الشرع، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أحسن الله. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً.